عادل الف مبروك. يمكن انت قلت بين الشوطين ان ده افضل شوط على المستوى التكتيكي او الفني لمستر موسيماني، وقلت لو فضلنا كده الشوط الثاني هنكسب الماتش. انت قلت لي فعلا كده بين الشوطين. طب الحمد لله ان احنا يعني ربنا وفقنا. الف مبروك. لا، المباراه النهارده عنوانها موسيماني كسب معين شعباني. صحيح، لان المباراه النهارده اللعيبه اللي جوه الملعب مش هم اللي كانوا بيديروا المباراه. المباراه النهارده كانت من بره الخطوط. موسيماني غير طريقه اللعب. معين الشعباني انا شايف ان جزء من نجاح النهارده النادي الاهلي ان معين الشعباني ما تدخلش في اي شيء جوه المباراه. كل تدخلاته كانت مراكز، يعني بدل مراكز. صح، ما تدخلش في تغيير طريقه اللعب ان هو يلعب بفرودين او يلعب. لا، تحس ان ما عندوش حلول. لا، ما هو اللي ما عندوش حلول دي هو ما عندوش حلول ان هو ما بداش يغير على طريقه الاهلي. الاهلي عمل استحواذ. الاهلي اعتقد اكتر استحواذ عمله خارج ملعبه. ايوه، لانه كان بيلعب بثلاثه وقدامهم كمان السوليه او ديانج. صح، كان عارف يعمل استحواذ كويس. استحواذ الاهلي 40% او 50% منه كان استحواذ للثلاثي ده. طريقه الضغط عليهم ما ضغطش عليهم بشكل جيد. فانا شايف ان موسيماني ادار المباراه بكفاءه عاليه جدا جدا جدا، ونجح انه يصبر طول المباراه. يعني احنا في الشوط الاول او في البدايه كنا بنتكلم ان حسين ينزل وان احنا نبقى فيه مجازفه شويه. صح، ولكن فضل متماسك، فضل نفس هو نفس شغله. الحاجه الوحيده اللي غيرت شكل الاهلي الشوط الثاني وجود قفشه بدل من صلاح محسن. صح، بدل ما الريتم كله سريع الريتم بقى متغير. بقت الكره تقف شويه. يعني احنا شفت كره الجول فيها حوالي قبلها 15 او 16 نقله. مظبوط، دي 64 فيها نقلات كتير جدا اول ما نزل قفشه. دي الحاجه الوحيده اللي فرقت الشوط الاول الشوط الثاني عن الشوط الاول. الشوط الاول كان فيه تماسك بشكل جيد جدا وكانت فيه وقفه. واحنا بنتكلم ان الترجي ما كانش كويس عشان الاهلي كان واقف. صح، الاهلي قفل كل القنوات اللي الترجي بيشتغل بيها. مظبوط، بيشتغل قفل الاطراف من عند حمدي النقاز، وقفل الحتتين اللي جوه في الاجناب، الاجنحه اللي بتدخل لجوه من بوقوف ايمن اشرف وبوقوف بدر بنون. فدي حاجه من الحاجات كان صعب جدا. انت النهارده حتى الكور اللي جت عليك كلها ملهاش علاقه بتمركزات جماعيه. بص، لقطات حصريه مباشره من هناك لقناه النادي الاهلي، شفنا فرحه كبيره جدا لديانج. فلا يعني في ثقه في الفرحه كمان في قوه اللبس بس في النادي الاهلي. فموسيماني بصراحه قفل كل مفاتيح لعب الترجي وكل نقاط القوه عند الترجي اتقفلت. وبالتالي كمان لعب على الشوط الثاني، لعب على الشق اللي ما كانش شغال عليه الشوط الاول، ان صحيح. هو يقدر يستخدم الاطراف. صحيح، الشوط الاول اكرم عمل كروس لطاهر محمد طاهر. وكان لو جبنا الكره دي هنلاقي طاهر جوه الجول وعلي معلول واقف على قوس ال 18. يعني احنا بنلعب بخمسه، كنت في الكوره دي بتلعب بخمسه، بتهاجم بخمسه. فانا استغل كويس الاطراف في الشوط الثاني. علي معلول راح كتير جدا وعمل كذا كوره مع السوليه وعمل كذا كوره مع ديانج. حتى الكوره اللي كوره الجول اتلعبت كتير جوه وكان هي اصلا جايه من بره. فالشوط الثاني لا، موسيماني عمل جيم كبير. انا شايف دي احسن مباراه لموسيماني من ساعه ما تولى الاهلي. صحيح، هو كسب بطوله سوبر وكسب بطولتين افريقيا وكاس مصر او كاس سوبر مصري. فاعتقد لا، المباراه دي احسن مباراه لموسيماني في الفتره اللي فاتت كلها تكتيكيا. احسن مباراه تكتيكيه في الفتره اللي فاتت كلها. والنهارده اللعيبه وهي جوه الملعب، لا في مدرب بيشغلهم. صح، يعني مش اللعيبه بس جوه الملعب، لا في مدرب بيعمل شغل جوه الملعب.